كويس قوي. ايه موضوع التحمس الشديد للسفير البريطاني لرمضان صبحي ده؟ على طول بيعمل اخبارك على تويتر وتصورتوا مع بعض لما جيت تاخد التأشيرة. بالظبط. يعني احكي لي كده. هو بصراحة يعني راجل لذيذ جدا وكوميدي جدا، وتقعد معاه ما تبطلش ضحك، وبيتكلم مصري كويس جدا احسن مننا والله. طبعا. فيعني انا بحب اشكره، سهل لي حاجات كتير جدا طبعا. فطبعا انا بحب اشكره من خلال برنامج بتاع حضرتك. ده في صوره ليه معاك وهو برده واقف على الكوره. بالظبط. انت علمته الحركه دي؟ لا، انا رحت لقيته وهو متعلمها جاهز. لا، هو راجل فكاهي جدا وبيحب الهزار والضحك. لا طبعا، شخصيات كويسه الواحد قابلها يعني وعارفها. طيب، ده شيء جميل جدا. احنا يهمنا ان يبقى في علاقات الصداقه ما بيننا وما بين بريطانيا، اكيد بلد كبيره. طيب،